بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي مع شرح دالة ABS القيمة المطلقة في برنامج الإكسل المايكروسوفت إكسل الجداول الحسابية. الـ ABS اللي هي القيمة المطلقة، يعني إيه قيمة مطلقة؟ نشرحها الأول كده ببساطة علشان نتعلمها ونعرفها. طبعا ديت أولادنا اللي هم في خمسة ابتدائي في ستة ابتدائي بيتعلموها عندهم. أنا عندي خط الأعداد وليكن في منتصف كده الصفر على اليمين الأعداد الصحيحة الموجبة اللي هي أنا كاتبها كده بالأخضر ديت، وعلى اليسار الأعداد الصحيحة السالبة ماشي اللي هي كاتبها بالأحمر دي فوق دي. طبعا خط الأعداد ده غير منتهي، الأعداد الصحيحة لا تنتهي، غير منتهية، مجموعة غير منتهية. المهم إن احنا عندنا العدد مثلا ستة، مثلا العدد ستة القيمة المطلقة معناها بعد العدد ستة عن الصفر. يعني لما نيجي نعد كده، ادي واحد، ادي الصفر اهو، ادي خطوة، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. تعال ناخد العلامة دي نحطها حتى كده ماشي، ادي الصفر هنا ونوسع دي كده نجيبها عند الستة ماشي. ده صفر، ادي اول خطوة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى القيمة المطلقة للعدد ستة ماشي هي ست خطوات ماشي، او ست وحدات او ست اعداد ماشي. طيب القيمة المطلقة للعدد مثلا وليكن تسعة، نوسع دي كده لحد تسعة. يبقى ادي اول خطوة اتنين، ادي الصفر هوت، انتقلت الواحد بقى كده خطوة، اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. يعني القيمة المطلقة هي بعد العدد اللي أنا عاوز القيمة بتاعته عن الصفر، كم خطوة؟ طيب بالنسبة للأعداد السالبة نحسب القيمة المطلقة إزاي؟ تعال نحسبها كده من تحت كده. أدي الصفر، لو عندي مثلا القيمة المطلقة للعدد وليكن مثلا خمسة، أهو الخمسة هنا ماشي. يبقى أدي أول خطوة، اتنين تلاتة أربعة خمسة، خمس خطوات. يبقى القيمة المطلقة للعدد سالب خمسة هي خمسة، لأن دول كم خطوة؟ دول خمس خطوات، مع صرف النظر بقى هي يعني في الاتجاه الموجب أو في الاتجاه السالب، المهم إنها خمس خطوات. القيمة المطلقة هي بعد العدد عن الصفر بالوحدات ماشي. تعال نشوف كده القيمة المطلقة للرقم مثلا سالب عشرة، يبقى من أول الصفر، أنا هنا عند الصفر هوت ماشي. يبقى ادي واحد، ادي اول خطوة، اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. القيمة المطلقة للرقم سالب عشرة هو عشرة، يعني هشيل السالب، عشر خطوات. ده بالظبط اللي الدالة بتاعت ABS absolute اللي هي مطلقة القيمة المطلقة بتعمله. لو كتبت هنا العدد، تعالى نحذف دي ونكتب الدالة عشان نعرف هي بتتكون من ايه. هكتب يساوي، طبعا لان اي دالة في الاكسل بتبدأ ب equal او يساوي، واكتب بالانجلش ABS. ABS اول ما كتبتها اداني هنا في البارامتر ده، قال لي يعني ارجاع القيمة المطلقة لرقم بدون اشارة. يعني اللي هكتبه سالب خمسة هيدهوني خمسة، اللي هكتبه سبعة هيدهوني سبعة من غير إشارة. هضغط تاب أو هفتح القوس وأقول له اديني النمبر اللي في العدد اللي في الخلية A3، وهقفل القوس وبعدين انتر. قال لي سالب خمسة قيمتها المطلقة هي خمسة. طيب لو غيرت سالب خمسة ديت وخليتها تسعة، قال لي القيمة المطلقة للرقم تسعة هي تسعة، تسعة وحدات بعدها عن الصفر. القيمة المطلقة للرقم أربعة هي أربعة. القيمة المطلقة للرقم سالب ستة هي سالب، هي ستة، ستة، ست خطوات. القيمة المطلقة للرقم سالب تلاتة هي تلاتة. طيب هنا في المعادلة ديت، أو هنا عملت الدالة ABS وفتحت قوس وحطيت المرجع اللي هو A3 الخلية. ممكن في صيغة تانية للدالة هكتب يساوي ABS
ABS وهفتح قوس وهكتب العدد مباشرة وليكن مثلا سالب 8 واكفل القوس وبعدين انتر، فهيقول لي ان سالب 8 قيمته المطلقة هي 8، ودي صورة تانية للدالة بحيث ان انا ما استخدمش المرجع، ولكن طبعا استخدام المرجع اللي هو السيل الخلية ده طبعا مفيد، لان اول ما يحصل اي تعديل في الخلية الاصل فبيتم التعديل في النتيجة مباشرة. النهاردة شرحنا دالة ABS القيمة المطلقة، وعرفنا يعني ايه القيمة المطلقة، ودي معلومة مفيدة ان شاء الله لأولادنا كمان في المدارس الابتدائية، لانهم بيدرسوا القيمة المطلقة في الصف السادس الابتدائي تقريبا في مصر، ماشي. والقيمة المطلقة بتتكتب كده شرطة كده واحد كده او شرطة، وبعدين تعال نكتبها حتى كده، الشرطة بتكون أكبر من واحد بشوية، دي اسمها القيمة المطلقة للرقم 2، ماشي، بتتكتب كده، أو لسالب 2 طبعا بنحط هنا سالب بنفس الطريقة أهوت في الأشكال، أحط هنا بس سالب كده، يبقى القيمة المطلقة لسالب 2. أرجو إن المعلومة تكون مفيدة وسهلة وبسيطة، انتظرونا في فيديوهات سريعة و انتظرونا دايما في كل ما هو مفيد وجديد. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، ما تنساش تعمل اشتراك للقناة. كل عام وأنتم بخير بمناسبة طبعا شهر رمضان المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.